مصراتة هي العقبة الكبرى في طريق تمددنا في كامل التراب الليبي، وعلينا إنهاء معركتنا معها سريعا. هذه هي رؤية وتدبير أمير المؤمنين أبي بكر القرشي حفظه الله ورعاه. حفظه الله. الهجوم على ازدادة مش حيكون سهل. ماذا تقصد؟ عيوننا في المدينة تؤكد أن هناك تحشيد كبير في صفوفهم ويعدون العدة لمواجهتنا. يجب أخذ ذلك في عين الاعتبار، مع أننا الآن في موقف قوة. نحن من انتصرنا في الوشكة وأبو جرين وليس هم. صح، لكن يجب أخذ الحيطة والحذر، فنحن نواجه القوة العسكرية الأكبر في البلاد. التسرع لن يكون في صالحنا. قرار الهجوم قد حسم بالنسبة لي تماما، وبأوامر واضحة من أمير المؤمنين حفظه الله. مصراتة هي الهدف، ونحن الآن أقوى منهم بكثير، وهم في موقف ضعف. لن أقبل بأي تسويف أو تأجيل. انتهى الاجتماع.